مديحة خانهم؟ دخيل وأنا دخيله يا بورنيا الوش الغالي. كيفو حبيبي؟ كيفو؟ أنا اشتقت له كتير. يقبش يقبش أبوشة اللي عامل بشبوشة. كيفك ميسون؟ يا خانم انت شو جابك لعنا؟ شو هالسؤال البايخ ميسون؟ ممنوع اجي شوف سمعه؟ ليش متفاجئة كل هالقد؟ شو الغريب بالموضوع بالله؟ هاتي عنك، هاتي لشوف، هاتي لك، هاتي يلا يي هاتي يي يي هوبا يا فصعون هوبا. كان في بطة نطت نطة، شافها سمعه قال دخيلك رح أحكي لك. تفضلي فوتي خليني ضيفك شاي أو قهوة. ما بدي، رح أخذ سمعه معي وروح. لوين؟ عالجنينة، عمي هنيك عم يستنانا، بعتني مشان جيبه. اسمعي البيك قاعد بجنينة؟ ايه شو عم بحكي كرواتي؟ مشان ما يتعب عمي اجيت انا اخذ سمعه، رح ناخده مشوار ونرجعه فورا. ما فيني هلا، جون بيك بيعصب علي، ما فيكي تاخديه يا خانم والوقت كتير تاخر، اعطيني سمعه. بنتي انا امه لجان، هالولد حفيدي انا كمان، من حقي اخده قانونيا، وجان كمان عنده خبر، عم قلك كلهم بيعرفوا. مستحيل، عم قلك ما في طلع. شفتي شلون؟ ها شفتي عمي عم يدق لي. اهلين عمي قلي. ايه ماشي ماشي، يلا رح اخذ سمعه واطلع فورا. لساتك بالجنينه؟ طيب ايه بس ميسون عم تقول انه ما فيني اخده. طبعا مستحيل تخليني. اي لا تعيط هيك عمي، هلأ بيسمعك الولد. ماشي ماشي طالعين فورا عمي. ماشي افتحي لي هالباب بسرعة. ميسون رح ناخده مشوار شغلة نص ساعة، عمي عصب كتير والله. نص ساعة مو أكتر ما؟ ايه طبعا. يلا ميسون افتحي لي هالباب. طيب لكن أنا جاي معك. بنتي ما بصير تجي لك كل مكان ميسون، الزمي حدودك شوي، يمكن الزلمة حابب يقعد هو حفيده لحالون. طيب ماشي يا خانم، أنا رح أطلع لفوق وجب لغراضه لسمعه. ايه روحي جيبيهم، شو واقفة عم تستني؟ العمى شو هاي؟ جيبيها حطيها هون. محمود تعال عندي ساعدني. ديري بالك. ايه ديري بالك والله جان بيدفننا إذا صار له شي. تعال شوف حمل هالولد، حطه بالكرسي الوراني، حمله منيح. هاتي هاي نص ساعة. اصحك تتأخري بنتي، سكري هالباب، انا قلت لك انه ما رح نطول. يلا فوتي وسكري هالباب. يا ربي يا الله دخيلك. نسيت مفاتيحك مثل العادة، لأمتى بدك تضل هيك؟ مفاتيحك لأمتى بدك تضل تنساهن يا مقصوف الرقبة؟ كم مرة أنا. أهلين إسماعيل بيك. مرحبا قدرت خانم. مرحبا. ناجي أفندي بالبيت؟ لا أنا قاعدة لحالي وهو مو هون. إيه منيح بيكون أحسن، لأنه بدي أحكي مع حضرتك جوز كلام. أهلين أهلين. إيه ما في داعي تشلح ولو. شرحنا ومشي الحال. تفضل ارتاح، أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك. والله أنا كان بدي أسألك شو بتحب تشرب، بس الشاي والقهوة ناجي اللي بيعملون، أنا عم بتعب كثير. ولا يهمك يا خانم، أنا أصلا ماني مطول. اسمعي لي قدرة خانم، مثل ما بتعرفي الخطوبة اللي بين ابنك ناجي وبنتي مديحة فسخناها. أنا اللي بعرف. ما بتصدق قديش ارتحت منه. يعني صدقيني نحن ارتحنا منه ومبسوطين أكثر منك بهالشغلة، بس في آخر فترة يعني حضرته كل شوي والتاني بيتصل بمديحة، وأنا شاكك إنه عم يشوفوا بعضه من ورا ظهرنا. يعني لو سمحت ديري بالك على ابنك ربيه. مين أنا؟ أساساً أنت اللي لازم تخلي عينك على الجاجة تبعك، إن كانت كنتك ولا بنتك. والله ما بعرف، ما صدقت لقيت شاب مثل الوردة ودبقت فيه. قدرت خانوم عيب الحكي هاد، ما بيصير. لا تأكل هم إسماعيل بيك، أنا رح جيب لابني ناجي بنت صبية. يا ريت حضرتك كمان تقول للجاموسة تضل بعيدة عن ابني وتتركه. لك ابنك ناجي هو اللي عم يدق لمديحة قدرت خانوم. لا 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 لا، ابني ما بيعمل ابنوب، مستحيل. فلقت أمر ومرضي أمه، مو معقول يعمل هيك شيء. مثل ما بدك، أنت ما رح تفهمي بالذوق قدرة خانوم. اسمعي، من اليوم ورايح ما بدي أشوف وش ابنك ناجعة،
وإذا شفته ما رح يحصل له خير بنوب. حلو عنا بقى. إذا صار مثل ما عم تقول بإيدي هدول رح ندفو لناجي، بس حضرتك كمان انتبه للي عندك. ماشي يا خانم ماشي، بخافري. مع السلامة. ها رفيف، أخذت الولد ورح جيبه لعندك فورا. أصحك لا تجيبيه لعندي، أنا شو بدي أعمل فيه؟ بالله وأنا شو بدي ساوي بسمعه؟ مو أنت قلتي لي روحي وجيبي الولد؟ أنا قلت لك روحي جيبي، بس ما قلت لك جيبي لعندي. كل القصة مشان جان يرجع. أنا ما بدي إياه، أنا يلي بهمني ابنك. ليكو ليكو هالعنزة الشقرة، طنبرتني وبعدين بلتني بالولد. أنا لو ما كنت معاقبة كنت بعرف أطلع من خرجك منيح، بس خايفة يسمع عمي ويرجع يحرمني من الثروة تبعه. انتبه على طريقك محمود. أحسن شي هلأ اتصل بجان يجي وياخد هالولد مني. جان أنت منيح؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. مين عم بيتصل؟ أمك. المفتاح؟ شو ما رح ترد عليها؟ لا مالي خلق على أسئلتها، بتكون دريت بالشي اللي عملته وبدها تسألني وبدها تصرع راسي. أنا متأكد رح تسأل عن كل شي وبالتفصيل. والله ماني مصدقة حالي، بس مضطرة أحكي، المخلوقة معها حق. جان، نحن كل الوقت رح نضل قاعدين هيك؟ بصراحة أنا كتير مبسوط بالقعدة معك فتون، بس أنا مليت. شو بتحبي نعمل؟ ها؟ أخدك ونطلع نسهر بشي ديسكو مثلاً؟ لا بس فينا نطلع نتمشى، أو إذا بدنا فينا نلعب بالرمل كمان. طبعاً طبعاً فينا نتمشى، ما حذرتي، بدي حجة لتهرب. ليكي فتون؟ ليلي مرتاحة على الكرسي؟ كتير. قلت لحالي زمانك مرتاحة، تعالي لجنبي لهون. لا ما بدي. دخيلك بالناقص بلا ما تجي. اصلا انا لانه الكرسي مالي مريح شفقت عليكي. لك هذا كرسي، هاد بيكسر الظهر. جان عن جد احسن شي اجي لجنبك. قولي والله. والله. تعالي. شو عم بتحاولي تعملي؟ عم حاول اني اغمرك جان، بس ايدي علقت تحت. فتون هي هي راحة البال. لما أنت بتكوني جنبي، أنت وسمعوا، لما ما بتكونوا جنبي بحس حالي معايش، كأنه في خيول عم بيركضوا جواتي وما بعرف شو بدي أعمل أو لوين بدي روح. والله
فتون. انت هلا لا تقلي لي ولا كلمه، المهم انك تضلي هون جنبي، تضلي جنبي وما تفارقيني بالمره، ونبقى سوا طول العمر. لوين؟ رايح على الحمام. ليش؟ بعرف انه بعد هذا الحديث الرومانسي غريبة روحتي على الحمام، بس مضطر. طبعا طبعا، يلا روح. محمود اسمعني، هلا صار في بيبي بالبيت، مخي ما بيتحمل، واكيد واكيد بوقع من طولي. هات اعطيني اياه لشوف. روح انت وجيب لي كم صندوق كولونيا فورا. امرك مديحه خانو. يا الله انتهيت انا، خلاص انتهيت. تشك 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 تشك. شو هالصوت هاد؟ تشك 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 تشك. هون هون، هذا انا مدوحتي. لك ان شاء الله بخلص منك يا غراب البين. انت كيف فتت لهون؟ وليش فتت؟ شو بدك؟ هلا بيشوفوك. انقبر، ارجع لورا وتخبى. يلا انت شو اللي جابك لعندي؟ شو جنيت ما بتفهم؟ لاني اشتقت لك كثير يا مدحدح. مدحدح، امي نامت عبكير وانا هربت، بدي اخذك على السينما يا روحي. لك أنا أصلاً حياتي صايرة فيلم، وألف عين وجاسوس في فوق راسي، وبس أخلص من هالعيون والجواسيس وقتها بفكر روح معك. يلا روح من هون يلا. تصرفاتك عم تأذيني أنا وياك كتير يا مدحدح. ما في شيء اسمه أنا وياك، هذا الموضوع تسكر وانتهى، فهمت؟ وهلا روح من هون قبل ما يجي عمي ويلقطنا مع بعض. يلا تحرك. ماني رايح. بعرف انك عم ترفضيني بسبب ضغوطات الاهل والحياة، وبعرف انك بتحبيني موت. ناجي، رح وسخ ايدي بدمك. ها خلصنا. لك تروح من هون يا بني ادم. ماني رايح من هون مدحتح، ماني رايح، بدي فوت لجوا، واذا ما فوت لجوا راح احكي كل شيء لاسماعيل بيك، وراح اقول له انه البلاوي اللي صارت كلها سبب انت. ليش اليوم الرايح والجاي عم بيهدد فيني؟ شو هالحاله هي؟ مديحة اللي ما بتهز ريح صارت مسخره. نيفر يعدمني اياك. يلا اشكر ربك انه البيبي بايدي. مالي قدراني استحكمك. اوف، وين راحت المخلوقه؟ قالت نص ساعه واختفت. لحق عليه، ليش لحتى اعطيه اياه؟ انت ليش لحتى تعطي سمعه لهديك المره ميسون؟ شو جنيتي؟ اخ منك ميسون اخ. لازم اتصل بجان وخبره، لازم اقول له على المصيبه اللي عملتها. يا ربي دخيلك. فتون، بتعرفي هلا شو بدنا نساوي انا وياكي؟ العمى هربت هالمجنونة. يا الله جان بيك، ليش ما عم ترد على تليفونك؟ يلا رد علي بقى. مستحيل مستحيل، ما عندي رقم تليفون اسماعيل بيك لأتصل واسأله. يا ربي أنا شو بدي أعمل هلا؟ أوف. رفيف اتصلي بحماتك. اتصلت مراد واخذته للولد. ماشي، هي اخذته بس اتصلت بجان. جان جاي؟ بدي افهم، فتون راحت معه على البيت مثلا؟ انا هذا اللي بدي اعرفه. اكيد بتكون اتصلت بجان، لانه ما بتقدر تتحمل الولد. انت ما بتعرف عمال اخلاق ابنوب. مراد، بركي اللي عملناه ما جاب نتيجة. كيف يعني؟ يعني بركي فتون ما رضيت ترجع لك. ما في هيك احتمال يا رفيف، مستحيل. ماشي شبك، فهمت. أنا بس عم فكر بأسوأ الاحتمالات. لا تحطي هيك احتمالات بنوب. جان وفتون مستحيل، ومن سابع المستحيلات إنه يرجعوا لبعض.
عم تفهمي؟ ناجي يلا قوم روح بقى دوبك اتصال. خليني لسه شوي أمد دوحتي، والله لسه ما شبعت من هالوش الحلو. يا ربي دخيلك تصبرني على هالبلوة. لك هلأ بيرجع عمي، قوم روح بقى. بس خمس دقايق لو سمحتي، لو سمحتي بس خمس دقايق يا روحي. اسمعي ناجية، اصحك تحكي شي لعمي بس يرجع. اصحك 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 ولا أنا رح قلعك. شو أعمي؟ خليني أنا اليوم هدد لي شي حدا. حاضر مديحة خانو. شرف، أعطيناها قصة تهددني فيها، عجبك؟ هلأ بعد كم يوم بتصير ناجية تهددني بسبب هالموقف. خير في شي مديحة خانو؟ ولا شي ناجية، ولا شي حبيبتي. ناجية! إيش عمي؟ خرب بيتنا ناجي. ناجية وينك بنتي؟ يلا حضري حالك مشان حسن يوصلك على البيت. خبى ورا هيك أنا بعيد. بسرعة سمو، امتى اجيت انت؟ مين جابه لهون؟ انا رحت جبته واجيت عمي، قلت بيني وبين حالي بتكون اشتقت له. ايه والله اشتقت له كتير، وكنت بدي روح شوفه بس المجنون اللي اسمه خضرة خانوم ما تركت براسي مخ. امي خط احمر ما بسمح لك بنوب تحكي عليها. شو حكيتي مديحة؟ لا أنا ما حكيت شي عمي. المهم شو رأيك تروح تغسل إيديك ووشك بالأول وبعدين بتحمل حفيدك قد ما بدك؟ معك حق، سمعوا جده رح يغسل إيديه ووشه رح يجي فورا. استناليها يا حبيبي أنت. ناجي طلع 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 فورا طلع بسرعة. يلا 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 نلع. استني شوي، عمك الخرفان قال عن أمي مجنونة. هلا بعد كل هالمصايب علقت على كلمة أمك؟ نقبر طلع من وشي هلا. أنا ما بسمح أبدا لحدا يغلط بحق أمي. ناجي طلع فورا احسن ما تصير ماجي وتروح لرحمه ربك. فهمت؟ حاضر فهمت فهمت. سمع حبيبي ليك ليش جيت يا روحي. هاتي هاتي اعطيني اياه لشوف. ما عرفت كيف غسلت ايدي، تعال شوف يا بصري تعا. اجيت فورا لعندك. عمي شو رايك تطلعوا على غرفتك؟ لا بنتي بنقعد هون بنتسلى انا وحفيدي شوي. سمعوا البطل كيفك اليوم؟ طمني عنك حبيبي. شو اللي حبيت الفكرة؟ والله عملتي عين العقل، فرحتيني كثير. سلموا ايديكي يا عيون جدو انت. يا عيون جدك يا حبيبي انت. قال هو مرتاح كثير وهو جنبي، وهو تعيس كثير من غيري، معناتها من كتر الراحة راح وزد حاله بحضنا لرفيق خانو. يا ربي دخيلك، بدك انسى كل شي صار معي وصدقك يعني ما هي؟ انا مرتاح معك هلأ فتون. يا فتون فتون! لك وين اختفت وما عاد بينت هي؟ يا فتون! ردي على نداعي بنداء بسرعة! هاد صوت ذئب، قولي فتون! قولي شو هالصوت؟ يلا يصطفل فيك يا جان كله بسببك! يا فتون! يا فتون! يلا! أي! رجلي وجعتني. أوف رحيت لك بس شوفك زان، رح موتك بإيدي. وينك يا زئب؟ تعال كلني وخلصني منه. تعال وريحني يا زئب، تعال كلني وريحني من زان. تعال لعندي، تعال. دخيله أنا دخيله. إجا ليزور جده، هو حفيدي حبيب قلبه لجده. مديحة هذا النصاب اللي اسمه ناجي ده قال لك شي بغيابي؟ لا عمي ما اتصل. أكيد بعد دي قلك، لأن اليوم رح تشكيت لأمه المجنونة. لكن جدو رجع غلط بحق على أمي. لا عمي ناجي ما رح يتصل فيني مرة تانية، مستحيل يدق اللي ما بيسترجي. الناقص منه لأنه واحد وسخ ونصاب، كل شي حكا طلع كذب بكذب بلا أدب. عمي بس يعني شو هي يعني؟ ليكون بدك تدافع عنه. شو هالحكي عمي؟ شلون بدي دافع عنه؟ لجهنم الحمرة إن شاء الله، من ناقص منه ومن خلقته. أصلاً أنا ما عاد بدي أشوف وشه بقى، يقصف عمره على هالمنظر. حتى أنت يا عصفورتي؟ لا تاكل هم أبداً عمي، أنا مستحيل شوفه لهداك التافه ناجي لو شو ما صار، مستحيل. أنت ريح لي بالك على الآخر. برافو عليكي برافو عليكي. مديحة شو هاد يلي عم بسمعه منك؟ يا لطيف عن جد حبنا الكبير ما كان بيعني لك اي شيء، كيف في هالسهولة تتخلي عني كيف؟ الله ياخدك لا اخلص منك ناجي، اسكت ولا غبي اسكت. مديحة ها
هالنصاب شو عم يعمل هون؟ يلا اطلع من بيتي فورا ولا اطلع؟ ما بدي اشوف خلقتك. انا ماشي اسماعيل بيك، ماشي فورا. وانت ما عاد تشوفيني بعد هلا مديحه، بحياتي ما رح انسى كلماتك القاسيه. ناجي، انت عم تحكي جد؟ طبعا عن جد. خلص لك هذا فكر اني عم بحكي عن جد وزعل. مديحة، لا تكوني انت عم تفوتي هالتافه بغيابي على بيتي. لا عمي، والله العظيم فات على الجنينه مثل الحرميه وبالزور. خلص بدي حسيتي انت معقده. طلعي فورا على غرفتك وعدي فيها من اليوم ورايح. طلعه من البيت ممنوعه، ولما اطلع انا من البيت رح اقفل باب غرفتك عليكي. يلا اطلعي لفوق. يا الله دخيلك، انا شو بدي ساوي هلا يا ربي؟ شو بدي ساوي؟ اوف، الحق علي انا. لا لا، ما خطفته، ما خطفته للولد. انا لازم اتصل بالشرطه هلا. اذا اتصلت بتقول ان سته للولد وبتطالعني بالكذبه. هي بتخلي الشيطان يمشي ويحكي مع حاله. والله يا الله شو بدي ساوي بحالي هلا. صلحيه ميسون، صلحيه اذا فيكي. جان بيك، مشان الله رد على تليفونك. اوف، رجلي عم توجعني. اوف، شو ما في حدا هون؟ ساعدوني ساعدوني يا ناس، ما في حدا هون. يا فتون، وينك يا فتون؟ لك وين راحت الهبلة هي؟ فتون يا فتون، ما في حدا هون. فتون يا ناس، جاي يا فتون. يا الله، شو ما في حدا بهالدنيا غيره يساعدني؟ ما في حدا بكل المنطقة غيره. اف اي اف، والله كنت رح اتزوج غصبا عن راسي لأخلص منك جان. رح موتك بس شوفك جان. يا فتون، حبيبتي فتون، حبيبتي خفت عليكي. روح من وشي بقى. انت شو عم تعملي هون؟ فهميني شو صار لك؟ وقعتي؟ لا جان، كنت ضايجة وقلت بيجي بقعد بنص الغابة وبغير جو. طيب طيب بكفي، يلا قومي خلينا نرجع. جان شلون بدك يعني قوم؟ لو فيني قوم كنت قمت لحالي، مو شايفني كيف موجوعة ومو قدراني قوم؟ ليلي، وين عم بيوجعك؟ هون عم يوجعني. أي رجل يعني؟ هاي أي، وقف على مهلك. أوف، قومي تعالي معي. يلا يلا أنا بحملك ومنرجع سوا. جان ما فيك تحملني، الكوخ كتير بعيد. انت شو مفكر حالك عملاق؟ بحملك مثل ما بحمل سمعه. طيب يلا تعالي ساعديني بس شوي. قومي معي لقلك، دعسي عالتانية. قومي 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 قومي. برافو عليك، برافو. يلا واحد اثنين ثلاثة. عم توجعني كتير جان. أحلى حملة بالعالم. انزلي لشوف. شوي 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 شوي. اعطيني رجلك لشوف. أي، على مهلك جان. ماشي. انت كتير موجوعة؟ ايه. استني لشوف. هون عم بيجعك؟ عم بتوجع، لا تشد عليها هيك. طيب ليكي فتون، رح أجيب شي بارد من برا وبرجع دغري. ايه طيب جيب. انتي مديها هيك، مديها 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 وانا جاي فورا. Oh.
شوفي فتون، جان ميسون متصلة شي مليون مرة، اتصل فيها ليكون صاير مع سمعه شي. لا بعيد الشر، استني شوي، هاتي لشوف. ميسون وقفي، احكي احكي على مهلك، ما عم بفهم عليك، اهدي شوي بس. اجت مديحة خانم واخدتها لسمعه معها، وقالت انه جده اسماعيل بجنينه وناطره، واخدت الولد وراحت فيه. عم دقلك ما عم ترد على التليفون. امي، وليش لا تاخد سمعه يعني؟ شو؟ طيب ماشي ماشي ماشي، اهدي ميسون، خلص انت لا تخافي هلأ، روقي ولا تبكي خلص. هي ليش عم تبكي جان؟ أنا هلأ بتصل بأمي وبفهم منها شو الموضوع وبعدين بخبرك، فلا تقلقي. ماشي ميسون ماشي، رح أخبرك. يلا سكري أنت، باي. هاي أمي أخدة سمعه. وفهمني ليش أمك أخدت سمعه من عندها؟ وأنا شو بيعرفني، هلأ بتصل قدامك وبسألها. مديحة خانم، مديحة خانم، طلعي من راسي ناجية، ما بدي شوف حدا بنوب. جانبك عم دق لك مديحة خانم، بده يطمن على الصغير. لا ما والله نسيت هالقصة. هاتي تفضلي. أهلين جون. ألو أمي، دقت لي من شوي ميسون وقالت لي إنه أنت من الصبح بكير أخذتي سمعه على الجنينة، رجعتيه ولا لسه أمي؟ شو صار معك؟ لا لسه ما رجعته، سمعه عنا، جدك مشتاق له. يا الله منك يا أمي، أكيد عم تمزحي معي، شو يعني ما رجعتي؟ البنت قالت لي حالها من البكا وعم تتصل فيني. طب على الأقل كنتي خبرية بس، ما بصير تاخذي من الصبح بكير وما تدقي لميسون وما تقلي لأنه بده يضل عندك. إيه لا تعيط علي، البيبي عم يلعب تحت مع جدك. وليش أنا هيك عملت؟ بس ترجع بتسأل مرتك رفيف هاد السؤال جان، عملوا اللي بدكن إياه، أنا مليت. عم تفهم؟ مليت منكم كلكم، شو ما عملت ما حدا عم يعجبه. أنا ما عاد دخلني، فهمتني؟ أنا ما عاد دخلني بشي. احكي شوفي. سمعوا عندن وهو منيح. طيب قلي هي ليش أخدته؟ بس ترجع بتسأل مرتك رفيف هاد السؤال جان. ما بعرف فتون. جان والله أنا ماني مرتاحة بنوب، لو سمحت دق لعمو حسن خليه يجي ياخدنا من هون، لو سمحت بقى خلينا نرجع على البيت، يلا كتير انشغل بالي، يلا. طيب رح أدق له معك حق فتون. لساتها رجلك عم توجعك شوية صغيرة، هلأ بالطيب، انت لا تاكلهم. ليكي فتون، نحن إذا بدنا ما عاد في داعي نبعد عن بعض أبدا. مراد، رفيف، أمي، ما دخلنا بحدا، هنن شو ما عملوا يعملوا ما بيقدروا يقطعوا الرابط اللي بيناتنا. جان أنت متزوج؟ أنا رح طلق رفيف فتون، رح أطلقها فوراً كمان. أنا حتى لو كنت متزوج من رفيف، أنت هي عائلتي، أنت وسمعه عائلتي وبس. لو شو ما صار، ما في قوة بالكون كله بتقدر تقطع صلتي فيكي أنت وياه. Dinleme duymaz, sen onlara uymaz, bu ikimizin hikayesi. Kaçırma gözünü, yutma şu sözünü, akıt gitsin zehrini. Ağlaya ağlaya öldük, ne uçurumlardan döndük. Hatırlan olur, unuttuysan biz ne yokuşlar gördük. Açma kapıda.
Yar bir sözün fazla yaptın sevme bu kadar kendini. Ağlaya ağlaya öldük, ne uçurumlardan döndük. Hatırlan olur unuttuysan, biz ne yokuşlar gördük. مديحة تعي شوفي ما احلى النومي ما شاء الله. عم فكر انه كل فترة والتانية نجيبه ينام عنا. لا دخيلك، ما نمت للصبح وهو على واع ويع واع ويع. اللي بيسمعك بيفكر انه انت سهراني معه للصبح، مو ناجية اللي كانت قاعدة معه كل الوقت. دخيلك اسمعني منيح عمي، انا خلاص طقت روحي. تعرف شو عم قول وأنا مبسوطة؟ الحمد لله أنه قصة حمل رفيف طلعت كذبة، لأنه عن جد ما عاد إلي خلق بنوب على الأولاد. وينو سمعوا؟ ها؟ خصعونتي تعي لهون، ليكو هون الولد، تعي حبيبتي تعي. لا هيك كتير، ها يعني ما بيكفي انك خطفتها من كتب كتابها هلأ جايبها على بيتي كمان؟ تستحي؟ لا تخافي مديحة خانم، انا كمان ماني قاتلة حالي على شوفتك. منيح احسن. فتون حبيبتي رؤي يا بنتي رؤي. جدو انا زعلانة منك وماني حابة اني اغلط بالحكي معك. امي انتي مو قلتي لي على التليفون روح واسأل رفيف هي شو علاقتها بالقصة؟ شو بيعرفني روحي؟ رفيف ما أنا مرتك قدام القانون؟ روح واسأل مرتك السؤال اللي بدك يا فتور. حبيبتي لا تزعلي. أخ منك مديحة، ليش هيك سويتي؟ شوفي ترقها تروح عمي، ما شفنا الخير من يوم ما شفناها، خليها تروح وتحل عنا. مديحة كرمال الله شي مرة عيرينا سكوتك، من شاء الله سكت شي مرة بس. لك أوف. يا فتون في مجال تستني شوي وتسمعيني؟ ما بدي استنى جان، بدي وصل على البيت وارتاح، عم تفهم؟ طيب خليني وصلك على القليلة. اف انت روح ارجع لعند مرتك مثل ما قالت لك امك. فتون مشان الله بلا هالحكي الفاضي. لك اي حكي فاضي جان، طالما رفيف موجودة بحياتنا وطول ما انت متزوج من رفيف نحن من المستحيل انه نكون مبسوطين، عم تفهم؟ فهم بقى جان، انا وسمعه مالنا عيلتك، اصحى على حالك، انت اللي اخترته وتزوجته ولازم تتعود تعيش مع هالخيار. يا فتون تاكسي. لك فتون الو هنادي، اسمعيني كتير منيح وركزي معي. ليكي فورا بدك تحضري لي لمؤتمر صحفي وعلى السريع، الموضوع مهم، انا بدي اجيب رفيف واجي. ماشي، صار لازم صلح الوضع. ايه ايه لو سمحت، انا كمان كنت عم حاول اتواصل معك مشان نبلش بهالشي بس ما كنت اقدر اوصلك ولا بطريقه. العالم جنت مهلهم سيره غير هجمتك على العروس، كرمال الله. برايي تحضر حالك منيح مشان تشرح كل شيء للعالم بقى جان. ماشي هنادي، رح اجيب رفيف واجي ما بطول. ماشي يلا بشوفك هنيك. هذا الرفيف؟
والله هلا قال رفيف، معقول خربط بالاسم يا ترى؟ هذا متخانق هو وفتون، مشان هيك رح يروح يجيب رفيف ويجي بهالطريقة بده يصلح الوضع. والله مانك قليل، معناتها أخيرا رجع عقله لراسه ومشي الحال. ايه أنا شو دخلني، رح أعمل اتصالاتي فورا. يا الله هذا شو عم يساوي عندي؟ خلي الباقي شكرا. تعال سمحوا. يعطيك العافية. فتون؟ اللي شو اللي جابك مراد؟ كيف يعني شو اللي جابني؟ انت تركتيني، يعني تركتي العرس وهربتي. لك انا ما هربت، كنت هنيك وشفت كل شي بعينك، وهلأ بعد اذنك بدي فوت على بيتي وارتاح شوي ماشي؟ هذا كل اللي بدك تقليلي يا فتون بعد كل العذاب اللي تعذبته مشانك؟ لك عن اي عذاب انت عم تحكي؟ عن جد انك شخص غريب. شو هذا اللي عم تقوله؟ انت ورفيف ببساطة لعبتوا بحياتي وبحياة جان وضحكتوا علينا، ولك انت عينك كنت عينك ضليت عم تكذب علي لشهور مراد. هلأ فاهمني شو لسه بدك مني؟ لك أنا عملت كل هالشي لأنه بحبك فتون. لأنك بتحبني ما؟ إذا كل هاد وأنت حاببني فهمني كيف ممكن تتعامل معي وقت تكرهني مراد؟ المهم هلأ لو سمحت اطلع من حياتي لأنه ما بقى بدي شوفك. فتون خانم الحمد لله على سلامتك. يا خانم معك حق بكل شي رح تقولي، بعرف اني غلطت، ما كان لازم انخدها بحكيها لست مديحة، ما كان لازم اعطيها سمعه لو شو ما صار. ليش ساكتة فتون خانم؟ قلعيني من بيتك حتى اذا بدك عصبي علي. خلص بعدين منحكي ميسون، انا بدي فوت اتدوش تعبان كتير وبدي نام، بعدين منحكي بالموضوع. ماشي. ما بعرف امي، أنا كمان ما بعرف أكتر من هيك عن الموضوع. طبعاً اتصلت فيه بس هو ما رد علي. لا 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 تجو، ما في داعي، إذا لزمني شي ببقى بخبركم. أمي برجع بحاكيكي. جان معقول رجعت لي؟ رجعت. وفتون؟ رجعت. جان أنا عن جد بموت فيك يا روحي، أنت وكل شي عملته من قبل كان من حبي إلك، صدقني أنا ما فيني أعيش بلاك، بموت بدونك. بعرف كنت مجبورة، صدقني جان أنا كل شي عملته بس لأني كتير بحبك. أنا بعتذر منك لأني حطيتك بهالموقف. خلينا نبلش كل شي من جديد، شو رأيك نطوي هالصفحة وننسى كل شي صار؟ فينا نكون مبسوطين مع بعض، عطينا فرصة. أنا كمان اجيت لهون مشان هيك رفيف. اسمعيني، هنادي عم بترتب لمؤتمر صحفي هلأ، بدي نطلع نوقف قدام الكاميرات أنا وإنتي مع بعض. عن جد ما كان بدي حطك بهالموقف الصعب. يلا خلينا نروح، ما معي وقت، أنا لازم صلح موقفي. إيه طبعاً حبيبي، أنا رح أعمل شو ما بدك مني ورح أضل جنبك دائماً. معناتها رح أفوت حضر حالي وبعدين بنطلع ماشي؟ ماشي، عم بستناكي لا تطولي.
شو بدك رفيف؟ مراد، إلك عندي خبر رح تفرح فيه كتير. أي خبر هاد؟ ما ضل إلي خلق للأخبار الجديدة. جار رجعلي، رجعلي مراد. كيف يعني رجعلك؟ متأكدة؟ إيه طبعاً. كيف؟ هو هيك قال لي من شوي، عم بيفكر يعمل مؤتمر صحفي اليوم مشان يبرر كل شي صار. رايحين مع بعض لهنيك. أنت عم تحكي جد؟ إيه إيه عن جد، بدي سكر لأنه لازم حضر حالي. خلص مالنا نصيب. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، فيكن ترتاحوا هنيك يا شباب. جانبك رح يقعد من هالجهة وانتوا بتصوروا بسرعة لو سمحتوا. ممتاز ممتاز. أنا اتصلت بجانبك لا ينشغل بالكم وهو على الطريق جاي لهون، وتواصلت مع القناة كمان، رح يزبطوا موضوع البث والتوقيت، يعني ما في مشاكل وما رح نستنى كتير. طيب وصل. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا فيكي جان، انت فوت ارتاح شوي اذا بدك. لا لا ما في داعي، كل شيء جاهز هنا. جاهز جاهز، يلا اطلعوا. طيب. مين بده يجينا هلا؟ ميسون، افتحي الباب. ميسون، رح افتح رح افتح يا خانم. ايه مرحبا. مين اللي اجا؟ انا فوتون. انا يا الله شو بده هاد هلا؟ فوتون اسمعيني. شو اللي جابك لهون؟ قلتلك ما بدي شوفك. فوتون بترجاكي اسمعيني، تعي معي. فوتون في شي لازم نشوفه مع بعض انا وياكي. ميسون شغلي التلفزيون. فوتون لو سمحتي يلا. يلا بسرعة فوتون. ما بعرف شو بده. ها إذا جاهزين خلونا نبلش يا جماعة، تفضلوا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، فيكن ترتاحوا هنيك يا شباب. جانبك رح يقعد من هالجهة وانتوا بتصوروا بسرعة لو سمحتوا. ممتاز ممتاز. أنا اتصلت بجانبك لا ينشغل بالكم وهو على الطريق جاي لهون، وتواصلت مع القناة كمان، رح يزبطوا موضوع البث والتوقيت، يعني ما في مشاكل وما رح نستنى كتير. طيب وصل.
مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا فيكي جان، أنت فوت ارتاح شوي إذا بدك. لا لا ما في داعي، كل شي جاهز هنا. جاهز جاهز، يلا اطلعوا. طيب. مين بده يجينا هلأ؟ ميسون، افتحي الباب ميسون. رح افتح رح افتح يا خانم. ايه مرحبا. مين اللي اجا؟ انا فتون. انا يا الله شو بده هاد هلأ؟ فتون اسمعيني. شو اللي جابك لهون؟ قلتلك ما بدي شوفك. فتون بترجاكي اسمعيني، تعي معي. فتون في شي لازم نشوفه مع بعض أنا وياكي. ميسون شغلي التلفزيون. فتون لو سمحتي يلا تعي. يلا بسرعة فتون. ما بعرف شو بده. جاهزين خلونا نبلش يا جماعة، تفضلوا. يا جماعة أنا بالبداية حابب أني أتشكركم كلكم على حضوركم هذا المؤتمر. بعرف أنه الكل عنده إشارات استفهام كتيرة بعد آخر موقف سمعته فيه، والسبب وراء أني جمعتكم بهذا المؤتمر هو لجاوبكم على استفساراتكم. كان لازم أني أقوم بهالتصريح الصحفي مشان سد الطريق على كل الإشاعات اللي بدها تنحكى. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة وكنا مبسوطين كتير بهذا الزواج، وطبعاً قضيت أنا ورفيف أيام كتير حلوة. يا الله يا خانم، الله يوفقك، لا تبكي. وهلأ يا جماعة حابب أني إلكم إنه طول فترة زواجنا ما بدر من أي طرف أي تصرف نابع عن قلة احترام. بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها إنه ننهي هالزواج. جان، الحكي اللي قلته كان مزح. جان، أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم، شكرا. جان بيك ممكن تفاصيل أكثر؟ بس ثاني هذا ليش بدك تقوله؟ جان لورا إذا بتريد. جان بيك هادو يا جماعة، أنا رح أبعت تصريح خطي لكل الصحفيين، ما تقلقوا أبدا. رفيف أمي ما بصير الصحفيين يصوروا فيه أنت هيك. يا جماعة لو سمحتوا شوي شوي على رفيف خانو. وشو شعورك حاليا لما سمعت هذا الخبر؟ كرمال الله لا تبكي، ما بيستاهل. لا أنا ما عم صدق، ما هذا جنبه ماسك إيده، معقول؟ شو هالمسخرة؟ فتون بعد عني. بعرف إنك متضايقة ومقهورة كتير، بس هذا جان وهي تصرفاته أنت صرتي بتعرفيه منيح. لك مراد ممكن تروح من هون بقى؟ مفكر عملة جان هلأ رح تغطي على عمايلك وكذبك علي؟ أنت الاثنين أضرب من بعضكم. عم تحطيني بنفس الكفة معه؟ مراد، مراد أنا عجد ما عاد عندي طاقة أتحملكم، أنا كتير تعبانة. لو سمحت روح من هون، لو سمحت. كيف بدك يعني أتركك وأنت بهالحالة هي؟ لك مراد ليش ما عم تفهم؟ حلو عني بقى، أنا تعبت وما عاد فيني، لو سمحت اطلع. Thank you.
يا خانم بوس ايدك حاش تبكي. ميسون عن جد انا تعبت وما ضل عندي طاقه لاتحمل، فهمتيني؟ لك راح وخطفني من العرس وخرب لي حياتي، وبعدين بيطلع على التلفزيون هو وياها، انا راح جن وما عاد فهمت شي. انت هلا لا تبكي يا خانم، خلص انسي. انا قايمه افتح. استني استني ميسون، استني دقيقة، بيكون مراد، لازم روح وحاكي وفهمه انه انا ما عاد بدي اياه. جان ولك انت بأي عين جاي لهون؟ كيف لك عين تجي بعد اللي سويته فيني؟ فتون انت شو عم بتقولي؟ ما شفت التلفزيون؟ بلا شفته، انا شفته كتير منيح كمان. لا تخاف جان، روح من هون، اطلع من حياتي بقى، رجع لعند مرتك ماشي؟ انت ما فيك تلعب فيني بهي الطريقة جان، ما فيك تلعب فيني. فتون افتحي الباب بسرعة وبلا ولدنة. فتون افتحي هذا الباب، انت على شو تفرجتي؟ ما عم بفهم، افتحي الباب يلا. لكن انا من حياتي بقى. لك افتحي الباب خليني اشرح لك، افتحي الباب يلا. لك جان نلع واطلع من حياتي. انت قد هذا الحكي، انت جنيتي على حالك. بعدي من ورا الباب. شو لسه بدك تساوي جان؟ قلت لك بعدي من ورا هالباب. جان جان يلا افتح. جان خلاص العمى. جان ما عم بفهم ليش فتت على بيتي بهالطريقة. لأنه لازم تسمعيني، وهالمرة بدك تسمعيني غصب عنك فتون. شو اللي بدي اسمعه؟ ما بكفي اللي شفته على التلفزيون جان، فهمني شو بدك. فتون أنا ما عم بفهم، أنت ليش ما حضرتي المؤتمر الصحفي للأخير؟ لك شو بدك كان يضل عم تفرج على سعادتك العائلية؟ لك يا فتون أنا من شوي وبحضور ملايين الناس على الهواء مباشرة تركت رفيف، فهمتي؟ تركت لرفيف، ليش ما عم تستوعبي؟ عم قلك تركتها. إيه؟ قدام عيون العالم والصحافة والتلفزيون قلت إنه رح نتطلق، يعني ما عاد في وحدة اسمها رفيف بحياتنا بنوب. بس أنا ماني مصدقتك جان، ماني مصدقتك بنوب. إيه لا أنت كثير زودتيها هيك. Aşkımı bunun adı, beni benden aldı. فتون ليش هيك عملتي معي؟ انت اللي خليتني اعمل هيك؟ نسيان انه ما بصير تعمل هيك وانت لساتك متزوج؟ ليكي فتون انا هذا الزواج ما بيعني لي اي شيء بنوب. بس انا كتير بيعني لي جان، اكيد بيعني لي، انا ما بقدر كون مع رجال متزوج، عم تفهم علي؟ حتى لو ما كان بيعني لك انت متزوج. فهميني زواجي هذا على الورق، حتى لو كان على الورق انا ما بقدر جان، بعتذر منك. فتون انت معك حق بكل شيء قلتي، وانا بوعدك انه كل شيء رح ينحل. ارجع لعندي لما ينحل كل شيء، عم تسمع؟ بس تطلق رفيف، ما تحطني بمواقف صعبه اكثر من هيك لو سمحت. رفيف وينك انت؟ ليكني جاي لعندك. ممكن تطلع؟ لوين بدي اطلع فتون؟ انت اكثر وحده بتعرف انا شو عملت وكله كرمالك. حتى لو هيك لساتك متزوج ولازم تطلع. لا ماني طالع، اعملي اللي بدك اياه. جان والله مثل الاولاد عم تتصرف. اي نعم حكيك مزبوط، انا ولد. يا الله بده يجنني هاد جان. ليكي لا تعصبي حالك على الفاضي لأنه ما رح أطلع من عندك، وكمان
أنا آخر شيء توقعته بحياتي إنك تضربيني هيك كف على وشي. لك جان يلا قوم خلصني بقى. ليك فتون، أنا ما رح أمشي من هون، وكمان بأقرب وقت رح أخلص وطلق. أنا حكيت مع المحامي وكل الإجراءات صارت جاهزة، خلصنا. بالأخير هي شافت ورقة من طج التوقيع عليها ومنخلص من هاللعوة. يعني ما عم بفهم ليش مكبرتيها كل هالقد. لا حبي، ما بتصير هالقصص بهالسهولة بنوب. عيدي عيدي شو قلتي؟ قولي كمان يلا. ما بتصير هالقصص بهالسهولة. مو هاي اللي قبلها، قولي كمان يلا. بنوب. لا اللي قبلها. حبي. أها طالعة كتير حلوة من تمك حبيبتي، رجعي قولي كمان. حبي. جان أنا ما عم بمزح وعم بحكي جد. لبين ما تخلص ورق الطلاق تبعك لو سمحت ما بدي أشوف وشك. يلا ماشي. جان طلع بقى روح قلي الأدب. ألو إياس بيك، أنا بطريقي لعندك مشان أعرف شو صار بدعوى الطلاق. كيف يعني؟ معقول الست رفيف لهلأ لسه ما وقعت وما بعتت لك أوراق الطلاق؟ ماشي أنا جاي فورا لعند حضرتك، يلا مع السلامة. وبعدين مع هي البنت بقى بدها تجيب آخرتي لسه. تعي ميسون تعي، هلأ بتنلوقي من الوقفة عندك. مو بقصدي آسفة، أنا كنت واقفة برا وسمعت حديثك أنت وجنبك. مو مشكلة ميسون، أنت مانك غريبة، صرتي من أهل البيت صح؟ إيه. بدي تسمعيني ولا تزعلي مني. كأنك قويتي الكف شوي، يعني هذا الرجال عشقان يعني قلبه ما بيهدى بنوب. ميسون عفوا خلص سكتت، خلينا نتفرج. يلا اها ليكي ليكي إيه بلش بلش استني رح علي الصوت لنسمع. ايه علي علي. سنقوم بإعادة تصريح جان تيكين الصحفي بناء على طلب العديد من معجبينه. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة. بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها أنه ننهي هالزواج. أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم، شكرا. جان بيك إذا بتريد ممكن تعطينا من وقتك وتقلنا ليش حابين تتطلقوا. وأخيرا لك ابني حفيدي البطل، شفتي ابنك فضيحة؟ ما سار على حدا وطلق قدام الكل؟ إيه ذكي هالولد، طالع لجده. إيه ايه طبعا طالع لجده، شكله حابب الطلاق وورتانه من المرحوم ابوه. بعد هالحركه الغبيه اكيد مو طالع لي. هي فضيحه من كل النواحي، بتربي وبتتعبي وبتعلمي وبتعملي منه ممثل مشان يفضحك كرمال وحده ما بتسوى فرنك. مديحه ليش بتضلي عم تبرري مع حالك لك بنتي؟ ما في سبب عمي، ضايجه شوي. بعد اذنك رح روح على اوضتي اخبط راسي بالحيطان على كيفي. طيب يلا قومي. يلا. كنت عرفان انك بطل واخيرا زتر هذيك الصفرة. ما لي ادراني حاش تبكي لانه البكي ما رح يرجع لك جان. شو بدك يعني اعمل؟ الحقير تركني على التلفزيون قدام كل الناس. انا مالي مثلك مراد، بحس وعندي مشاعر. مفكرة انا ما عندي يعني؟ وانا انتركت كمان، بس كل واحد بطريقة. معناته انسى كل شيء وانا رح انسى لاخلص وسكر على الموضوع بقى. هالموضوع ما رح يتسكر بسهولة رفيف. ليش انت مفكر بعد اللي صار فتون رح ترضى ترجعوا لبعضكم؟ الموضوع مو برجعتي لفتون يا رفيف، افهمي. شو الموضوع لكان؟ ما ترجع لجان. مراد نحن تأخرنا على هذا الحكي، هلأ ما عاد فينا نعمل شي بنوب.
فيك تقولي إنه هني ربحوا أول جولة، بس لسه ما خلصنا. طيب شو بدنا نعمل؟ أنت اللي بدك تعملي هالمرة مو أنا. ما رح تطلقي. وإذا ما طلقت شو بيصير وقتها؟ جان بده يكمل حياته مع فتون، وأنا وياك بنعرف هالشي. فتون ما بترضى تكون مع رجال متزوج. أنا بعرفها منيح، بعرف بشو عم تفكر. إذا أنت وجان ما طلقتوا ما رح يقدروا يكونوا سوا أبدا. صدقيني رفيف، الشي الوحيد اللي رح تعمليه والشي الوحيد اللي بطلبه منك إنه أنت ما تقبلي تطلقي، ما توقعي على أي ورقة، وما تقبلي تشوفي المحامي تبع جان. عم تفهميني؟ اللي حكيته كله مزبوط. يروح يحكي قدام مين ما كان، أنا ما بيهمني. بالنهاية لساته زوجي. هذا هو حكينا. يلا أنا رايح، ديري بالك. مراد، أنت شو ناوي تساوي؟ معقول لسه لهلأ ما جابت لك الورقة موقعة إياس بيك؟ طيب أنت اتصلت فيها؟ نحن اتصلنا فيها كتير جان بيك. ايه؟ بس مع الأسف هي ما ردت على اتصالاتنا ولا رجعت اتصلت. لك شو عم بتحاول تعمل هالمخلوقة؟ يعني إذا رفيف ما وقعت على هاي الورقة بفهم منك ما فينا نرفع هالدعوة؟ إذا رفعنا دعوة طلاق من طرف واحد هيك رح نوقع بمشاكل يا جان بيك. فهمني إياس بيك، يعني إذا الست رفيف ما بدها أنا ما رح أقدر إني أخلص منها؟ لا طبعا، من الناحية القانونية نحن فينا نرفع الدعوة، بس لما بيكون في قبول من الطرفين على هذا الطلاق ساعتها بيصير أسهل علينا بكتير إنه نمشي بالدعوة بسرعة يا جنبك. ولا تنسى كمان إنه حضرتك الطرف المعيل بهذا الزواج، وفي حال رفعنا دعوة من طرف واحد وإذا رفيف خانم ما وقعت على الورقة اللي بعتنا لها رح تكون مهمتنا صعبة كتير. أنا بعرف منيح شو الشي اللي بدها، كل حركاتها صرت حافظهم. المهم إياس بيك، رفيف رح تيجي لعندك لهون وتوقع على هاي الورقة، انت استنى مني اتصال. رفيف فهميني بس شو مشكلتك؟ ها انت ليش لهلأ ما وقعتي على الورقة يلي بعت لك ياها المحامي؟ شو لسه بدك مني؟ قلت لك انا ما عاد بدي اياكي، ليش ما عم تفهمي؟ اسمعيني بقى، بدك توقعي على هاي الورقة وغصب عنك، لا تحاولي تلعبي معي. ها مين مفكر حالك لتقول هالحكي هاد؟ بس تعرف تحكي مثل الخلق والعالم، ابقى اتصل فيني. لك هاي شو مشكلتها معي؟ شو لسه بدها مني؟ تركيني أعيش مبسوط مع البنت اللي بحبها. أوي هي أول مرة بنحبس بالبيت كل هالوقت، من إمتى أنتي بصير فيكي هيك يا مديحة؟ شو بدي ساوي؟ راح استنى لتهدى أعصاب عمي من بعد القصة. بس شو بتكون عملت هديك الشقرة؟ مستحيل، ما راح اتحمل، بدي اتصل فيها هلأ. ألو، كنتي كيفك؟ ما سمعت حسك اليوم، شو وضعك؟ وينك؟ شو أخبارك؟ منيح اللي فضيت تسألي عن أخباري ووضعي آخر شي، من وقت ما ابنك فضحني على التلفزيون عم حاول هدي حالي. لا تحاكيني هيك رفيف، خليكي معي مؤدبة، أنا لساتني حماتك قدام الدولة والقانون لهلأ. مع أني ما بقدر كون جنبك بهذا الوقت لساعدك ونفكر بخطة، بس أنا قررت كون معك بأفكاري لون بعيد. كيف يعني؟ ما فهمت عليكي. لك ركزي معي بنتي، أنا مو قدران أكون جنبك بهذا الوقت، بس بشوية تفكير مني وشوية تخطيط صدقيني بتزبط كل أمورنا. كنت يحكي هالحكي قبل ما تتخلي عني وتتركيني، صدقيني أنا مالي بحاجة لا لتفكيرك ولا لخططك. بعرف منيح شو بدي ساوي. إيه لا، أنت هيك زودتيها كتير. ها شو معنات هذا الحكي يا حلوة؟ اسمعي مني، إذا بدك تشتغلي لحالك رح تخسري، بعدين أنت شو مفكرة تعملي؟ ما رح أطلق، شو بيطلع بإيدي أعمل أكتر من هيك يعني؟ هذا ما بكفي بنتي، اسمعي مني، لسه اليوم الصبح انفضحتي قدام كل البلد على التلفزيون، ليش ما بتعملي نفس الشي وبتفضحي فتون بنفس الطريقة وتخليهم يصدقوكي؟ في أفكار كتير حلوة براسي، لا تعاندي واسمعي شو رح أقلك رفيف. كيف؟ ما فهمت عليكي، يعني بدك يعني أفضحها على التلفزيون؟ شو بدي ساوي؟ ليكي اسمعيني منيح ولا تقاطعيني أبداً، تعرفي شو أول شغلة لازم تعمليها بكرة الصبح؟
فات يا قلبي. إذا حنون ميسون أنا رح أطلع، رح جيب شوية أغراض وأرجع ماشي. استني شوي، أنا بروح بجيبهم عنك، لا تتعذبي. لا ميسون، على شو بدك تلحقي لتلحقي أنتي؟ خليكي مع سمعو هلا، أنا بجيب أغراضي وبرجع، صارت الدنيا الظهر بدي لحق السوق. طيب خلص مثل ما بدك يا خانم، روحي أنتي. أخذتي القائمة معك؟ إيه أخذتها. إيه ماشي يلا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. صباح الخيرات. حلقتنا لليوم مشاهدينا ميسون. هي فقرات شو نسيتي؟ أنا كم مرة قلت لك ما تفتحي التلفزيون وقت يكون سمعوا قاعد معي؟ شو مظبوط، راح عن بالي ما تواخذيني أختي، هلأ بطفي. ماشي ميسون، لبقى تنسي. يلا بشوفي، مع السلامة. ضيفتنا بهذا اليوم انتركت وحيدة مغدورة حتى أن انهانت بشكل كبير، رفيف جوفينير تيكين. رفيف، بدي أتشكرك من كل قلبي إنك وافقتي تنضمي لبرنامجنا، هذا شرف كبير لإلنا. أنا اللي لازم أتشكركم لأنه أنتوا قبلتوا تستقبلوني بهذا البرنامج الناجح. شو اللي صار رفيف؟ خلينا نسمع القصة منك. أنا عشت ظروف ما لها منيحة، والشي اللي صار فيني ما حدا بيتحمله. مثل ما بتعرفوا زوج رفيف خانم هو الممثل المشهور جان تيكين. جان تيكين راح وخطف طليقته من عرسه. معقول هالشي هاد؟ لا طبعا. خبرينا رفيف خانم شو اللي صار بالضبط لو سمحتي، وضحيلنا أكثر. نحن من الأول كنا كتير مبسوطين مع بعض. أصلا جان من وقت اللي كنا صغار كان هو بيحبني. بعدين فتون دخلت فجأة بحياتنا، ومثل ما بتعرفوا مراد اللي كان رح يتزوجها، وطبعاً هو رفيقنا من زمان. شو؟ ايه؟ معقول هالحكي هاد؟ ضلوا معنا مشاهدينا لنسمع ونشوف. هلأ قصتي باختصار شديد، كنا أنا وجان ومراد رفقات من وقت اللي كنا صغار. أنا وجان تيكين كنا منحب بعض مو من هلأ، من زمان، وبالأخير تزوجنا مثل ما حضرتكم بتعرفوا. نحنا عن جد كنا مبسوطين لحتى فتون اجت ودخلت على حياتنا فجأة. صحبتنا نحن ومراد صارت كتير محدودة، وحتى عائلتنا تأثرت كمان، يعني كلنا عشنا الوجع والألم وصرنا مغدورين، وكل هاد صار معنا بسبب البنت اللي اسمها فتون. كل شي صار من تحت راسها. تمام أعزائي المشاهدين، أنا لازم أجيب لحمة. رفيف خانم وتجربتها صعبة. صباح الخير عمو أوسكار، بدي كيلو لحمة مفرومة للطبخ، وبدي إياها تكون ظريفة مثل العادة. شو جابها هاي؟ ما ضل في خجل بنوب؟ خلي عندك شوية احترام عمو أوسكار، شكلك عم تحكي مع حالك من كتر الضغط. عمو أوسكار، يا ريت تعطيني طلبي لحتى أمشي، أنا مستعجلة. ما عندي لحمة. كيف ما في لحمة عمو؟ ما ضل عندي. كيف ما ضل عندك عمو أوسكان؟ البراد معبى باللحمة. شو يعني أنت مانك ناوي تبيعون؟ بلا، بس إليك ما بدي بيعك. شو صاير لك عمي؟ ما توقعت إنك تعملي هيك عملة فتون خانم. شو عملت؟ فهمني شو؟ شو عم يصير معه لهذا الزلمة كمان؟ عمو أوسكان انت منيح؟ اه؟ وبعدين معه اللي زمان ما أخذت من عندك بالدين، فهمني شو قصتك بقى؟ ما بدك ترد علي كمان على راحتك؟ ايه؟ والله أنا ما كان ناقصني غير اتبهدل من اللحام تبعي كمان، على الأغلب صاير معه شي حرام. عمي سليم صباح الخير. خالة سعاد كيفك؟ صحتكن وأموركن منيحة؟ كل ما عم تكبري عم تحلي خالة. عمي سليم بدي كليين تفاح وكليين انجاص لو سمحت. الميزان منزوع. كيف يعني؟ وزلي كليين لو سمحت. تكرم عينك أختي. عمو سليم مو قلت لي الميزان منزوع؟ بلا هيك قلت لك، ليكو منزوع. عم تمزح معي؟ لك شو صار لكم؟ كلياتكم اليوم متفقين توقفوا بوشي معقول؟ عمو أوسكان مدري شبه، وانت كمان نفس الشي. لك أنا شو عاملة معكم؟ حدا يجاوبني شو عاملة؟ والله جننتوني. قلنا يتيمة واعتبرناها بنت إلنا كل الوقت، وكنا مفكرين قلبها أبيض، بس طلعت واحدة مخباية بتيابها. أنا ما توقعت تكون هيك أبدا، فاجأتني. صار لي زمان بعرف لها البنت، عن جد ما عم صدق. إيه. ليش مين كان بيتوقع يطلع منا هيك؟ يلا بخاطر الشخير. شكرا لك اختي معواضين، المحل محلك. ضيفتنا بهي الحلقة
ضيفتنا هي رفيف غوفينير تيكين، ورح نسمع منها سوا كمالت قصتها ومعاناتها. رفيف، بعد ما سمعنا كل شي مرقتي في حضرتك وحسينا قديش تعذبتي، حكي لنا شو اللي صار كمان. والله هالمرحلة مو سهلة بنوب. تقدروا تتخيلوا إنه يلي بتكون طليقة زوجك تجي وتسرق زوجك من إيديكي؟ مستحيل إني صدق، مين بيعمل هيك غير المرة المريضة؟ لو كان بده ياكي كان تزوجك إليك، ما كان راح وتركك هيك، غلطانة شي؟ ليش عم تنزعي حياة غيرك؟ بأي حق؟ بكيها أنا معك بكل حرف عم تقولي، لأنه يلي مرق علينا كتير صعب. جان بصراحة قلبه كتير طيب، وهي قدرت تستغل طيبة قلبه منيح، ضحكت عليه، هديك اللي اسمها فتون لعبت بعقله، كل شي صار معه من وراها، صدقيني هي أصل البلا كله. يا روحي انتي، الشي اللي عملته عن جد عيب وما حدا بيقدر يتقبله، ولا أنا غلطانة؟ أبداً. حبيبتي رفيف، انتي لازم تكوني قوية كتير من جوا، ولك اليوم بهالحلقة كل واحد بالبلد عرف كل الموضوع وعلى حقيقته، مين يلي معه حق ومين الغلطان، الكل صار يعرف. لو سمحتي طولي بالك رفيف خانم. لك مو هي نفسها؟ لك ايه والله هي نفسها. لعمه ما عاد حدا استحى. ايه معك حق. رفيف؟ ابكي حبيبتي وارتاحي، مو سهل بنوبيا اللي بريتي فيه. أعزائي المشاهدين، وصلنا هلا لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا، وبعد هالحلقة الطويلة هي بدي أتوجه بالشكر الكبير لضيفتنا رفيف غوفينير تيكين بعد اللقاء المليان حزن وعواطف. شكراً كتير لوجودك معنا، وبتشكر صدق مشاعرك وصراحتك معنا. رفيف، في شي بتحبي تقولي ككلمة أخيرة ببرنامجنا؟ بدي أقول كلمة أخيرة، أنا بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. ممكن تحكي هذا الشي قدام الكاميرا؟ جان أنا بحبك كتير وما بقدر أعيش من دونك، وإنت رح تضل زوجي، وبدي أقول لفتون اطلعي من حياتنا. أنا كمان متأكدة إنه جان تيكين رح يحط حد ونهاية لهي العلاقة المعقدة كتير، ورح يرجع بجديد ليوقف جنب زوجته. طلعي من حياتنا ولا أنا سمعت غلط؟ وذكرت اسمي كمان؟ يعني أنا المقصودة. بحلقة جديدة، إلى اللقاء. مديحة خانم، تعي ناجية تعي، وقفي معي بهاللحظة التاريخية. أي لحظة تاريخية قصدك مديحة خانم؟ اللحظة التاريخية اللي صارت من شوي. ما عم صدق، والله كبرت وسبقتني وأنا مو دريانة بنوب. لو مو أنا صاحبت الفكرة كنت عن جد صدقتها، مو معقولة. هلأ فيك تقولي عائلة تيكين كسبت كنة شقرة وقوية غيري أنا، حبيتها منك يا حبيبتي. شو عم بيصير هون؟ ولا شي عمي، أنا مشاعري ملخبطة شوي، وكنت عم بشرح هالشي لناجية. من جهة أنا فخورة ومن جهة متضايقة، يعني كيف ما كان رح أخسر لقبي ورح سلم المنصب تبعي، مو سهلة. لك أنت عم شو عم تحكي مديحة؟ ليش أصلاً شو كنت عم تشوفي؟ نهاية العصر الذهبي عمي. شو؟ اطلع بكنتك اللي قدامك منيح، لأنه عصر الذهبي خلص. هلأ هي استسلمت وسلمت الراية للأحسن، صرت كنت بيت وبس، وخانهم بعيلة تيكين مو أكتر. مديحة فهميني شو صار لك ساعة متخبصي؟ أنا عن جد شو كنت عم خبص؟ ما قطعت 30 لحتى خرف، شو صاير فيني؟ إيه عمي أنا مليت كتير، بترجاك اسمح لي اطلع الطريق بس شوي. شو هالحالة؟ هداك المخلوق الأشقر رح يصير أحسن مني وأنا لساتني قاعدة هون، بدي شوف العالم، ما عاد اتحمل القعدة، بدي أحكي على هي وهي ونم عليهم. لا مو على كيفك، كل القصص هي ممنوعة عنك.
ما في روحة. يلا عدي نشوف. كنت أحسب الحساب قبل ما تدخلي لهذاك السخيف ناشع البيت. مديحة، مدوحتي يا قلبي، بتشتقت لك، مشتقت لريحتك. كيف هيك عملتي فيني؟ كيف قدرتي تقسي علي وتقلي لي ما عافية؟ أنا ما قلت لك ما بيصير تبكي وتنوح على حدا من غير إذني يا حبيب قلبي؟ أنا قلبي عم يوجعني يا أمي من الجوع يا روحي. أنا قمت وعملت لك شوربة بندورة من تحت إيدي، هدول اشربها وبترجع مثل الحصان وأحسن من الأول بكتير. أمي أنا ما بدي أتحسن، فهمتي علي ولا لا؟ أنا بس بدي مدوحتي. لك شبك لسه مخك عند هديك البقرة؟ أنا رح جيب لك واحدة أصغر وأحلى منها صدقني يا ابني. لك أنت كان عندك جرامين عقل براسك بس شكلهم طاروا. يا أمي ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا بحب لمدوحة. ناجي كل خلصني. بدي مدوحة. ما عم صدق بعد كل كذبة وعمايل عملت فيني هيك. الناس كلها عم تعاملني كأني وحدة ماني منيحة وخربت بيوت كمان. أنا شو عملت لأستاهل كل هذا الأذى؟ وهلأ جان بس دقيقة رح لاقي العقد. ليكو هاد هو عقد أول اتفاق لحملة دعائية لألنا. أنت هلأ بتوقعلي عليه لحتى نقول مبروك علينا وعليك، وإن شاء الله يكون فاتحة خير. استني شوي بس لأقرب الأول. جان شو بدك تقرا؟ صرنا عاملين مع بعض 100 عقد مثل هذا من قبل، خلصني. طيب ألو نعم فتون. ألو جان. شو في فتون؟ ليش عم تبكي؟ رفيف فضحتني بكل الملأ جان، ما حدا من العالم رضيان يحاكيني أو يطلع بوشي. فتون فهميني، ليش ما حدا من العالم رضيان يحاكيكي ويطلع بوشك؟ ما بتتخيل قديش بشع الموقف يلي أنا فيه هلا. جان أنا ما بتحمل هذا الشيء، ما بتحمل. عم قلك ما حدا من الجيران رضيان يتعاطى معي. طيب فتون روقي شوي، طولي بالك، احكي لي من الأول شو عاملة رفيف. احكي جان، بدي تقول الحقيقة. أنت رفعت دعوى الطلاق على رفيف ولا لسه؟ رفعتها فتون، أنا رفعت الدعوة، لا تقلقي أنت، مشي الحال. قولي لي وينك ودقيقتين وبكون عندك، ما بتأخر. لا ما بدي أشوفك بنوم. هالبنت رح تجنني. شو بدها تكون مخبصة لحتى مخلي فتون تبكي هيك؟ وقف وقف، تعال شوف شو عاملة. تفضل. بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. جان أنا بحبك كتير وما بقدر أعيش من دونك، وإنت رح تضل زوجي، وبدي أقول لفتون اطلعي من حياتنا. لك هي شو عم بتخبص؟ شو عم بتقول؟ هنادي انت كيف بتسمحي لهم يعرضوا هيك شيء؟ لك شو هالمسخره؟ جان انا ما فيني اتدخل بالقناه. كيف يعني ما فيك تتدخلي؟ ما بتعرفيهم لهدول الاغبياء؟ اتصلي وبهدليهم على الاقل. جان هدول الاغبياء وين ما في مصيبه هن بيركضوا لعندها، على اساس ما بتعرفهم؟ برايك رح يردوا على وحده مثلي انا؟ جان راسي منه ومن مصايبها، انا لازم روح شوفها وحط لها حد. ما فيك تروح على محل. وقف هنادي تركيني. لو سمعتي صوت هالمسكينه وهي عم تبكي على التليفون رح تجن بعد جان شوي. جان انا ما عم بقول لك ما تروح، بس مو انت وبهي الحاله. رفيف ما أنا غبية، كل ما ضغطت عليها أكثر رح تطلع لكم بمصايب أكبر. شو بك؟ طيب شو بدك يعني أعمل؟ ليك بدي تروق ماشي، كون رايق شوي، بكفينا فضايح، حاجتنا بهدل قدام العالم بقى. حاولوا تتفاهموا مع بعضكم بهدوء بيكون أحسن. ولك أنا كيف تزوجتها؟ هي أكبر غلطة بعمري، أنا لازم روح وأحكي معها هلا. ماشي رح موت إذا ما بحط لحد. لا تدوش. ماشي ماشي لو سمحت. ماشي. ألو مراد؟ أكيد حضرت ما؟ حضرت
مع الأسف طبعاً. شو هذا اللي عملتيه يا رفيف؟ كيف يعني شو هذا اللي عملته؟ أنت مو قلت لي إنه ما بدك يعني اتطلق؟ بلا أنا قلت لك إنه ما بدي إياكي تتطلقي، بس مو تروحي تفضحي فتون. لا أنت عن جد مو طبيعي أبداً، الصراحة ما عرفت شو بدك بالمرة. على القليلة أنا عم حاول أعمل شيء لمصلحتنا. أنت شو قاعد عم تساوي؟ المهم هلأ أنا مضطرة أسكر لأني عم سوق. على القليلة أنا عم حاول أعمل شيء لمصلحتنا. أنت شو قاعد عم تساوي؟ بدي اياكي تحولي لي المسؤول الإعلامي فوراً. شو الموضوع؟ خير، شو اللي جابك لعندي؟ أنت بتعرفي منيح شو اللي جابني رفيف. إذا مشان موضوع الطلاق ما تتعذب. استني دقيقة فهميني ليش هيك عم بتساوي معي؟ ها؟ أنا مستعد أعطيك شو ما بدك، بيوت، سيارات، أي شي بدك يا، أنت بس نقي فهميني شو بدك، حاجة تعذبيني، قليلي شو اللي بدك يا بالضبط لحتى توقعي وتخلينا نتطلق. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أنا مالي ناطرة منك شي أبداً. لكان ليش هيك عم بتساوي فيني رفيف؟ نحن الاثنين ما منحب بعض، فليش ما بتطلقي وبتريحيني؟ أنت ما بتحبني بنوب، بس أنا بموت فيك. آه عم تعملي كل هذا لأنك بتموتي فيني، ما هيك رفيف؟ أي معقول هالحكي؟ أي كتير معقول. رفيف لازم توقعي على ورقة الطلاق فورا لو سمحتي. ما رح أوقع على شيء. ليش؟ لأنه بحبك يا روحي. فتون خير شو بكي؟ يي أكيد بتكوني سمعت الحكي اللي حكته رفيف عنك بالتلفزيون. آه أنا ما شغلته للتلفزيون، نيمته لسمعه بعدين تفرجت على الإنترنت شوي. إيه ليكي أختي، بدك أعمل لك شي سخن لترتاحي؟ بلكي بتهدأ أعصابك شوي، شو رأيك؟ ها؟ خلص أهدي، خلص ابكي ابكي معلش، طولي بالك، ابكي البكي بيريح كتير ابكي. أنا شو عاملة لحتى أتعذب كل هذا العذاب؟ بحياتي ما غلطت مع حدا. يا خانم هذا اللي عملته كله من غيرتها، القصة مبينة يعني. ما بدي إياك تزعلي، أنا رح ضل جنبك دائما على طول تا أحكي لي، إمتى ما كنتي متضايقة. ميسوم بعتذر منك، ورجعت لك راسك، أنت كمان مو ناقصك، بكفيكي سمعوا كل النهار، وجيتك أنا هلأ زودت عليكي أكثر. لا شو له داعي هذا الحكي هلأ يا عيب الشوم؟ أنا بنتبه عليكي وبنتبه على سمعه كمان، بالعكس بكون مبسوطة هيك. رح روح أعمل لك شي تشربي، موافقة يا خانم؟ ألو نعم هنادي خانم. فتون من شوي صارت شغلة كتير رح تعجبك يا روحي. شو صار؟ قلي لي شو القصة؟ القصة بتخصك انت. هنادي خانم اذا مشان اللي عملته رفيف اليوم ماني قدراني اسمع شي بنوب عن هاي القصة. اي رفيف هاي، تركيني من قصة سلمعتي. هلأ اليوم اجاكي عرض من افخم واهم مجلة بتخص المرأة بالبلد. يا فتون قومي انبسطي وحاجتك زعل. كيف؟ عن جد عم تحكي؟ بس هنادي خانم كيف صار هيك؟ انا لهلأ لسه ما بلشت كتابي كمحترفة، وروايتي لسه ما نشرتها كمان. انتي برأيك كيف سمعوا فيني؟ حياتي الواضح انه الفضايح هاي جابت فايدة، انا هيك شايفتلك. انتي صرتي وحدة مشهورة بالبلد، ومبين انه هدول حابين يستفيدوا من اسمك بشغلهم.
شو بدنا نساوي؟ الدعاية بتضل دعاية حتى لو كانت بعد فضيحة. هنادي خانم، ممكن تسمعيني لو سمحتي؟ أنا أكيد ما بدي انشهر بهاي الطريقة. شو؟ فتون؟ ما تنينيني يا بنت، بكرة الصبح رح كون عندك، الموضوع منتهي، رح سكر. باي باي باي. شو هالمجنونة؟ شوفك. عتمت الدنيا وما طلعت من البيت، رح اطق روحي وانا قاعده، بدي بس حدا احكي معه. اخ منك يا ناجي، كل هذا من تحت راسك. لو ما لقطنا عمي كنا هلا عم نتمشى بالطرقات وما ورانا شي بنوب. على سيره هذا ناجي، شبو ليش ما عاد دق لي بالمره؟ ليكون هالاهبل صدق حاله وتركني عن جد. هلأ بدق لي وبقول له آسفة دقيت لك بالغلط. قليلة الحياة البقرة بخيلة كمان، ليش بتعلم لك وبتسكر؟ مدوحة عم بدق لي أمي، عطيني التليفون بس شوي لو سمحتي. لا ما حذرت. بس يعني ليش يا أمي؟ مو شايف يا روحي كيف عم تبعت لك إشارات لتتصالحوا؟ اسمع، إذا تصالحت معه بتنساني لحتى موت. شو هالحكي يا أمي؟ بعيد الشر عن قلبك. مثل ما سمعت ناجي، مثل ما سمعت، هالقصة انتهت. بكرة ما في تروح على محل، ماشي؟ بدك تضل قاعد بالبيت، اتفقنا؟ بدن يجوا ناس يطلبوه. شو صار لك؟ شو صار لك؟ رو خذ نفس، خذ نفس رو. بعرف انك انبسطت كثير بعد الخبر اللي سمعته. اسمعني ناجي، انجيلا بنت معالي الخياطه ما غيرها، عم بيقولوا لي انه صارت خارج جواز. لك يا امي، انت بتعرفي قد ايه هاي البنت عمرها؟ 52 سنه، معقوله يعني؟ واذا بتضل صبيه اكثر من هديك البقره مديحه. انا ما بدي روح اطلب حدا. لك انا ما عم اقول لك روح واطلبها ابني، هن رح يجوا لهون ويطلبوك. لك يا امي انت شو عم تخبصي؟ لك ناجي تطور شوي، زمن اول تحول، البنت هي اللي رح تجي لهون لتشوفك. لك شو بدك احسن من هيك لك ابني؟ لك يا امي انا ما بدي اشوف حدا، ما بدي اشوف حدا. اسكت يلا كل خلصني، احسن معصب اكثر من هيك. يلا. ييه جاية جاية، حاجة تدقوا هلأ بفيق الولد. جان فيني فوت لجوا؟ لا تزعلي، تعالي لعندي. جان ما تبلش. أكيد أنت زعلانة كتير. أكيد طبيعي، ما ضل حدا بالطريق غير وزورني والباقي كله قلعني من عنده. ما رح تصدق اللي صار. اللي قاعدة قدامك هلأ بتكون أكبر خرابة بيوت، مو معقول. اسمعيني منيح فتون، بوعدك إني رح حاسب رفيف على كل اللي عملته فيكي. صدقيني بدها تندم، بدها تندم على كل دمعة نزلت من عيونك وكانت هي السبب فيه. جان أنا ما بدي تحاسب حدا ولا تخليها تندم على اللي عملته. كل اللي بدي اياه اني اكون مبسوطه انا وياك وبس، بدي اكون مرتاحه، مليت من كل شي بقى. بعرف يا روحي وبعتذر على اللي عملته معك، بوعدك انه نكون سوا، بس طولي بالك. امتى رح نخلص من وضعك انت ورفيف؟ يعني اذا اتطلقتوا كل شي رح يصير احسن. رح نتطلق بأسرع وقت، انتي ما تقلقي بالمرة.
كيف ما بدك يعني اقلق جان؟ لو بتعرف الضغط اللي علي ماني قدراني امشي بالطريق. فتون ليكي، انا بعرف منيح هذا الشيء وبعتذر منك، والله معك حق. جان فيك تمشي لو سمحت، ماني حاسه حالي مرتاحه وانت هون. انا مو جعبالي روح فتون، بوعدك اني رح اضل قاعد وما اتحرك، بس بتطلع عليك مو اكتر. بدك تقعد وتطلع علي؟ اي هذا الشي اللي بدي اياه، بدي ضل اطلع فيكي لاني مشتاق لك اكتر ما بتتخيلي. حابب ضل عم بتأمل وشك. واتطلع بعيونك الحلوين الكبار، عيونك اللي ما عم بيخلوني أعرف نام. أنا هيك بكون مبسوط. جان لو سمحت امشي، روح وخلص موضوع الطلاق بسرعة. رح أخلصه يا فتون، بوعدك بأقرب وقت إنه رح يكون منتهي. يلا روح لو سمحت. بوسيل كتير سمعه. أكيد. مرحبا فتون. أنت شو عم تعمل هون بهذا الوقت؟ شو اللي جايبك على هذا البيت؟ ما تصرخوا، سمعوا نايم، اهدوا شوي. شوفي مراد ليش اجيت؟ اه كتير مبينة، هذا واحد تافه، كل ما قلعتي بيرجع بيجي لهون. خلاص انت ما دخلك. قلي شو بدك مراد؟ ليش اجيت؟ اه؟ فتون بعرف اني ما لازم اكون هون، بس ما عم بقدر بعد عنك بنوب. انا لازم طالعك من حياتي بس مو بايدي، ما عم بقدر. فتون لازم نحكي، لو سمحتي اسمعيني. شو لسه بدك تحكي معها؟ هي ما انا حابة تسمع منك اي شيء. فتون ما بدي ترجعي لي، بس ما بدي تكوني مع جان. ولك انت ما بتستحي على حالك؟ شو هالتخبيص هاد؟ اف اسمعيني شوي، جان متزوج من رفيف ولساته عم يكذب عليكي، ليش ما عم تصدقي؟ حاج بقى انقلع من هون. جان اهدى شوي، بعرف انه متزوجين هلا بس هنن رح يطلقوا مراد. جان خلص رفع الدعوة وانت ما دخلك بهذا الموضوع ابدا مراد، عم تفهم؟ رجعت تكذب عليها؟ خلص مراد سكوت. اي كذبة هي؟ حدا يحكي. يا فتون ما في لا دعوة ولا طلاق. كيف يعني؟ انت شو عرفك بالموضوع اصلا؟ جان قال لي انه رفع الدعوة، مو صح جان؟ فتون ما حدا رفع دعوة، لا تصدقي كل شي بيقلك يا بنوب. هن اتنين ما رح يتطلقوا. هاي مو شغلتك ابدا مراد، انا رح اطلق لرفيف مو على كيفك، وبأقرب وقت كمان، وبكرة بتشوف بعينك هالشي. اوعك تصدقي هالكذاب. فتون هو عم يكذب عليكي مو أنا. مراد امشي، مراد امشي لو سمحت. بس قبل ما امشي رح تشوفي بكرة مين فينا الصح. أنا صحيح كذبت عليكي مرة بس لأني بحبك ولأنه كان لازم أحميكي وخلصك من هذا الكذاب. مراد بكفي لهون، أنا ما عاد بدي أسمع شي منك، فهمان؟ تفضل روح لو سمحت. يلا مراد.
مزبوط اللي قاله مراد؟ ما في لا طلاق ولا دعوة؟ لا تصدق الشي اللي حكى فتون، مو هيك القصة. جان قول الحقيقة بسرعة، رفعت دعوة طلاق على رفيف ولا لسه؟ جاوبني يلا. ما رفعتها. فتون اسمعيني شوي، ما رفعت الدعوة لهلأ لأنه رفيف ما عم تقبل توقع ورقة الطلاق. جان امشي. لو سمحت اسمعيني بس. عم قلك امشي جان، امشي لو سمحت. طبوشي الحلو جاء بيضلوا جوعان، طالع على خالته هالسمون بيضلوا جوعان. شو بدنا ناكل سمعه؟ تشرب حليب؟ جان بيك شو عم يعمل هون من الصبح بكير؟ لا هذا شكله هون من امبارح. جان بيك جان بيك أعطيني بوسة فتون. لا أنا ماني فتون، أنت شكلك عم تحلم. هذا أنا بقصد أنا ميسون. ميسون شو هالمزرعة؟ شو صار لك؟ لك هي أنت؟ إيه أنا، ليش هيك صرخت بوشي؟ عفوا منك ميسون، بس الصراحة خفت منك لما شفتك فوق راسي. شو هالأصوات هاي؟ مين في برا؟ أنا تفاجأت لما شفتك هون، فقلت لحالي فايقة. جان؟ جان بيك يلا فوت معي، ما بيصير تضل نايم هون. قلتي لي فوت معك؟ إيه لكن شو؟ فوت اشرب لك كاسة شاي. إيه والله مزبوط حكيك. يا جان بيك فهمني أنت شو صاير معك؟ ليش لحتى تنام برا بهالبرد يعني؟ مثل العادة جنت. امتى اجيت حضرتك؟ انا ما رحت. سمعوا ابني لك يا ازعر، دخيل هالوش ما احلى. انا ما شاء الله شو سمنان، شو عم بتطعمي؟ يا حرام لو بتشوفي كيف كان نايم يا فتون. ليكي ميسون حضرت البيبروني لسمعه، فوتي طعمي اياها لو سمحتي. ماشي ماشي اعطيني اياها. تعا سمعه تعا، بدنا ناكل بدنا ناكل. دخيله انا دخيله. انت شو عم تساوي هون؟ جيت لشوفك. ليش؟ لانه هيك اجى عبالي. طيب شفتني ومشي الحال، الله معك. يا فتون طبعاً أكيد، أصلاً أنا هلأ على الطريق لعند فتون ورح وصل. ولو حبيبتي طبعاً أكيد انبسطت لما سمعت باسم مجلتكن. إيه طبعاً أنا بس أحكي معه بردلكن خبر فوراً. أوكي مع السلامة.
ها ما كان ناقصني غير تيجي هي مشان تكمل معي اليوم. جان هنادي شو عم تساوي هون؟ ولا شي، عم شم هوا. وليش مانك جوا؟ ما فيني فوت، هي قالت لي ممنوع. انت وياها جنيتوا على الاخر، وعن جد باخر فترة عم تزودوها. يلا فوت، مو ناقصنا فضايح قدام العالم. يلا قدامي تحرك. منجرب واسطتك هالمرة، بركي زبطت. ما بتعرفي مرحبا. اهلا وسهلا هنادي خانو. ليش هيك سكرتي الباب بوجهان؟ لأنه بهذا البيت ما في حدا متزوج وممنوع دخول المتزوجين. بتعرفي شو فتون؟ انتو الاثنين عن جد صايرين بلا عقل على الآخر. حاجتكن ولدنة وحركات بلا طعمة. انسوهن انسوهن، ركزي بشغلك، الحب ما بيطعمي خبز. ما بعرف هنادي خانم، أنا مشان هيك ما عم خلي جاني فوت لجوا. ايه بتحبوا تشربوا شي؟ قهوة. ايه. وأنا كمان مثل لو سمحي. ايه. على عيني طالعة بتجنني اليوم. شكرا حبيبتي. عادي طبعاً، أنا مثل كل مرة جايتك بعرض جديد وكتير رح تحبيه، وأنتي مثل العادة بتعرفي ما بجيب شي مانو منيح بالمرة. هنادي خانم، إذا جاي بعرض سخيف فأنا... عرض سخيف؟ أنتي قلتي لي مبارح أنه انشهرت بسبب الفضايح، وأنا ما بدي هيك شي بنوب، ما فيني أقبال. ليش حضرتك شو فهمتي من كلامي تبع مبارح؟ آه؟ لما قلت لك شغل بأهم مجلة بتحكي عن المرأة بالبلد، شو فهمتي؟ لك أنتي قلتي لي مبارح على التليفون أنه هنن عرفوني بسبب الفضيحة، وأنا ما بدي انشهر بهي الطريقة البشعة. أنتي بتعرفيني كيف بفكر، ما فيني أقبال. آه؟ ليش ما بتخليني اشرح لك مثل العالم؟ هنادي خانو، خلاص اسكتي، ما بدي اسمع ولا حرف. خليني اسألك سؤال محدد، مفكرة حالك بموقف بيسمح لك تفرقي بين الصح والغلط والمنيح والسيء؟ اه؟ انت حياتك سايرة كلها مشاكل، وين ما فتحنا ما منلاقي غير جان وفتون وكل فضايحهم معبي الشاشات. هنادي خانو لا تزودي علي. المهم هلأ رح فوت بالموضوع. انتي بتعرفي مين بتكون اشهر مجلة بتحكي عن المرأة عنا بالبلد؟ ايه بعرفها. طمنتيني، هن رح يخصصوا لك صفحة كاملة لك فتون. عن جد؟ ايه جد، بس بدهن منك المضمون تبع فوراً. كيف يعني فوراً؟ يعني بأي يوم؟ مبارح، بدهن يا مبارح، مش الحال؟ انتي دائماً بتجبري الواحد يحكي نكت بايخة، بس ما بصير فيني هيك مع كل العالم. مو بكرة، بعد بكرة بالدنيا عندن، ركزي منيح. مو بكرة، بعد بكرة بالدنيا. يفضل الصبح لأنه الظهر بدها تدخل المقالات على الطباعة. هنادي خانوم، أنا بدي أكتر من يومين لأعرف شو الموضوع اللي بدي أكتب فيه. شو صار لك هديك المرة كتبتي رواية بليلة وحدة؟ كانت مسودة. بالله أنا ما دخلني، يلي بيهمني بهالحكي عدد الصفحات وعدد الكلمات وعدد الحروف وبعد النقط والفواصل، وبشتغل حسب المدة. طولي بالك علي. ما بطول بالي بنوب، خلصنا. شو هالمسخرة هاي؟ انتي نسيتي شغلك على الآخر. جان راح، جان إجا. خليني قلك معلومة مهمة، جان ما بيأثر على شي، صدقيني هو ما بتفرق معه، شغله منيح. اليوم إجا 50 عرض وبكرة بيجي 100 غيرهم. هاد جان تيكين، مو مثلك انتي. إذا ضليتي عم تفكري بهالطريقة رح تموتي من الجوع هون بهالبيت. بعتذر منك، اضطريت أحكي لتفهمي. يلا قومي دوبك تلحق اليوم، يلا قومي بلشي، انتي ما بنخاف عليكي. حاضر هنادي خانو. ها عادي هلا، وركزي بدي المقال اليوم. أمرك سيدي هنادي خانم. أنا هلأ رايحة فتون. الله معك هنادي خانم. ليكي رح دقلك لشوف وين وصلتي بالكتابة. أمرك هنادي خانم. باي. أنتي ملاحظة أنه لساتك واقفة مكانك؟ ملاحظة، بشوفك. أنا ما عم بمزح، بلشي شغلك. حاضر هنادي خانم. وقلت لك بدي دقلة أطمن وين صرتي. كمان مرة حاضر. عن شو بدي أكتب هلأ؟ جان فهمني انت ليش لساتك قاعد هون؟ ما تقوم تروح؟ مبسوط بالقعده هون. جان اسمع، كل هالاتفاقيات والعقود والعروض والمسلسلات والافلام عم بيستنوك وانت قاعد هون ناطر على باب بيت فتون؟ بالضبط. عبس، انتو الاثنين رح تجننوني، بس انا لهون وحاجتي ما عاد اخذ واعطي معكم ابدا. انا كمان عندي طاقه رايحه تصطفلوا. باي.
فتون خانم، ما ليش طلع كاسة شاي لجنبي؟ لك شو بدي اكتب انا؟ انا ما بفهم بالموضة، شو بدي ساوي هلا؟ بدي اسألك فتون خانم. ايه شوفي، ما ليش اخذ له كاسة شاي لجان؟ والله حرام. ايه ميسون، واذا بدك كمان طلعي له سندويشة مع كاسة الشاي. شبكي جنيت البنت، بعدين مو شايفتيني اني عم بشتغل ومو فاضية؟ ما تقاطعيني ميسون، بعتذر. طلعي من البيت يا ميسون، طلعي من البيت يلا. فتون خانم، بما انه انت عم تشتغلي والطقس كتير حلو، شو رايك اخذ سمو على الجنينة؟ ايه روحوا شوي. عن جد؟ يلا حبيبي رح نطلع مشوار، باي. ديري بالك على سمو. لا تاكلي هم. اهلين، كيفك؟ كتير منيح. اكيد هنادي ما بتعرف انه هاد العرض من عندي؟ ممتاز، اعكن تجيبوا سيرتي، والمقالة بدون تدقيق بتنزل على العدد، وكمان لا تنسوا توقعوا العقد مع فتون خانم. ايه بالشروط تبعي، خبروني شو بيصير. دخيله انا اللي بده يروح مشواري، دخيله انا. لبستي منيح؟ يلا يا أزعل، روح انبسط وتمشى مع خالتك ميسون. لا تعذب أصحك ماشي؟ دخيله مشي شوي بالجنينة وارجعوا، لا تتأخروا. ايه أكيد، لا تاكلي هم. يلا بشوفكم. موفقة بشغلك. شكرا ميسون. على مهلك، شوي تعالي تعالي يلا. لك وينك صار لي ساعة؟ فكرتك ما فهمتي علي شيء؟ لا أفهمت، مو قلت لي خدي سمعوا على الجنينة مشان تضلوا لحالكم أنت وياها؟ بلا هيك بالضبط، طلقتي على الطاير. يلا خدي سمعوا وروحوا شغلة شي ساعة مشان صالحها لفتون. ماشي نحن رايحين. ماشي يلا باي. بدنا نروح مشوار يا سمو. شو لوين؟ شو؟ احكي. لجوا. بالله جد؟ بدك تفوت لجوا من كل عقلك؟ اسمعيني فوتو، خليني فوت لو سمحتي، عطشت كتير وجعت كتير ولازم فوت على التواليت واشتقت لك. طلع جان، يلا جان لبرا. يلا بترجاك اسمعيني شوي، يعني شو بصير اذا خليتني فوت لجوا؟ يلا جان. لك ليش هيك عم تعملي فيني؟ فهميني فتون، ليش هيك عم تعمليني؟ عن جد انت مو معقوله. من هون العمى شو سبب؟ قبل ما اطلع بدي اطلب منك طلب واحد. شو؟ بدي اشرب كاسه مي. ماشي انا رح جيب لك المي، بس انت خليك برا لا تفوت. وبدي اطلب منك طلب تاني كمان، اني فوت جيب المي. جان خلص يلا بسرعه عليكم المي. صحفيين فتون، فوتي فتون، سكري هالبارك. جنبك لو سمحتي، جنبك صوري الفضايح. لك يا فتون يلا تعالي تعالي. هدول مصورين الفضايح، انا اللي بعرفهم. جان بيك، بس بدنا نسألكم سؤال. جان بيك، اوف يا الله. شباب انتوا روحوا من هنا. يلا هونيك، لازم سكر كل شبابيك البيت. لو سمحت افتحوا لنا. لك انتوا ما بتفتحوا بعد هيك. لو سمحت جان بيك، لو سمحت جان بيك، لو سمحت اذا بتريد بس سؤال. اسمعيني شوي، اوعك يا فتون تفكري اليوم تطلعي لبرا.
وكمان لا تفكري تعلي راسك. ليش ما بقدر علي راسي؟ رح اقول لك، لانه في معهم كاميرات احترافيه، وهي الكاميرات بتقرب زوم كتير. اوف، يعني بتلقطك وين ما كنت. اخ منك جان، ايدي كتير عم توجعني. سلامة قلبك، هاتي لشوف ورجيني اياها. اوه يا لطيف، شو ورمانه؟ طبعا بدها تورم، ما شفت حالك كيف فوتتني. شو بدي اعمل لك يعني، لما شفتهم جايين بسرعه مدري شو صار لي، ما بعرف، ما بدي اياهم يصورونا. والله مو بقصدي حبيبتي. اسمعي لقلك، انا رح اساعدك لحتى تعدي هنيك، وبعدين بجيب لك ثلج وبحطه على ايدك. طيب ماشي. وين قايمه؟ شوي شوي، تعالي وراي زحف، لا تعلي راسك مثل ما قلت لك، هلا بشوفوكي. يلا تعالي شبكي، يلا فوتوا وزحفي وراي، يلا تحركي، وطي راسك وطي راسك. انا على طول بتجيني المصايب من تحت راسك. ليش عم تضربيني؟ شو سويت لك؟ تعالي من هون. لسه مطولي. عمي اليوم كمان مالك طالع من البيت؟ لا مو طالع. ليش؟ لأنه آخر مرة طلعت من البيت وتركتك لحالي، رجعت ولقيتك قاعدة مع هذاك السخيف اللي اسمه ناجي. شو هالحكي؟ شو هالاتهام هاد؟ بتصدق إنه المرحوم تحسين كان أرحم منك بكتير عمي؟ بلا نق مديحة، أنا اليوم مالي طالع من البيت بنوب، وأنت كمان مالك طالع من هون. كله بسبب هالضغط الكبير اللي علي، ما عدت شفت ناجي بنوب. كأني قلت ناجي؟ منيح اللي كنت عم حاكي حالي. ناجي خد علق الصورة. ناجي شايفتك عم تشتغل من قفا ايدك هنيك، الطاولة لسه بدها كمان، ما نطفت منيح. إيه؟ لشو هالحركات هي؟ يعني مو حلوة، بدهم يجوا ليطلبوك اليوم المساء. بتلاقي حلوة يشوفوا بيتنا كله وسخ ومكركب ويحكوا علينا؟ بدك نتبهدل قدامهم؟ والله يا ابني صدقني بكرة ما في بنت بترضى فيك. لك يا أمي شو هالتخريف يلي عم تقولي أنت؟ أنا ما بدي حدا يجي يطلبني، أنا بحب وحدة تانية وأنت بتعرفي هذا الحكي منيح. خلاص ناجي، ما حدا طلب رأيك، أنا رايح أجيب البرادي من الغسيل، جاهز حالك لتعلقهم. مو انت ما بدك اياني؟ هاي انا رح روح لحدا غيرك. امي بدها تزوجني لوحده تانية، اليوم المسا جايين يطلبوني، سامحيني. يو شو هالحكي؟ شوفي ناقصيني، ليش عم تعيطي؟ مين بعتك الرسالة؟ هاتي لشوف، هاتي لشوف. لا اسمح لي، هيك كتير زودت عمي، معقول تتدخل بحياتي الخاصة؟ ايه معقول، وهديك الرسالة بتكوني محيتية فورا، انا شفتك بعيني. عمي مو معقول انت وبهذا العمر تشوف منيح، البركة مثل عيون الصقر. قدرة خانم عم تلعب بعداد عمره، معقولة اترك لناجي لتجوزه؟ طولي بالك علي. على مهلك. لسات عم توجعي؟ مو كتير. عن جد فتون ما كان بقصدي، أنا بعتذر. إيه خلص انسى إيدي، مو مشكلة، هلأ بتصير منيحة. يلا قوم روح، أنا لسه عندي شغل كتير. وأنا شو ساوي؟ لوين بدي أتحرك؟ كيف بدي أطلع لبرا برأيك يعني؟ مو شايف المصورين اللي ناطرين برا على الباب؟ عملي يلي بدك يا، بس ماني طالع من عندك. شو اف؟ جان خلص روح بقى. ماني رايح، عم قلك ما فيني اطلع، شو صار لك؟ اصلا بالزور لحتى فتت لهون، ماني متحرك من محلي، يلا ماني طالع. شو بدك تعملي يعني؟ يعني ما رح تزوق على دمك. لوين بدي روح؟ لك مانك شايف العالم اللي برا؟ الصحفيين والمصورين اذا لقطوني واخذوا صوره والله بننفضح انا وياكي. بعدين هنادي بتعلق مشنقتنا، اوعي تقولي ما نبهتك.
شو معنى الحركة اللي ساوتها فتون؟ معقول يكون قصدة روح ولا قصدة ضل هون؟ أكيد قصدة ضل هون طبعاً. شو هدول فتون؟ مو ما بدك تطلع؟ يلا قوم نظف، اشتغل لك شغلة مفيدة. مساح منيح تحت الكنباية جان. برافو عليك والله. دير بالك. شد ايدك منيح، شد ايدك اكتر، لساته وسخ. يلا انا رايحة عندي شغل، لا تواخذني. آسف ما انتبهت، بعتذر. صار منيح. فتون خالص، والحمامات كمان. ايه مساح البلور. شو ست فتون، نسياني انه برا في صحفيين يعني؟ ايه عادي مسحن من ورا البرادي جان. عادي مسحن من ورا البرادي جان. شو عم بيساوي ها؟ سد ايدك. استني استني، لا تقومي، انا بفتح الباب. حلو هالحكي. اوعك انت، خليكي قاعده ومرتاحه، لا تقلقي راحتك ابدا، خليكي مرتاحه، انا بفتح حبيبتي. ايه يلا ميسون، خلصيني يلا فوتي. فهمني شو القصه جان بيك؟ يا عمم اغلصكم. لك ميسون لوين فايته؟ لجوا. انا هلا مسحت الارض، شلحي من رجلك. كيف؟ ايه مسحت الارض، شلحي. سامعوا اللي لشوف لوين راحت يا ازعر؟ اخذتك على الجنينه، تعرفت على بنات حلوين وجداد، هيك بدي اياك. ايه دخيله الازعر. شو هاد؟ ليش هيك لابس؟ ليش هيك لابس؟ جبت لك مساعدة ميسون، اختك جهينة من اليوم رح تساعدك بالبيت. مو وقت غلاصتك ميسون، تضبضبي. ايه حاضر. هدول الاثنين من كتر ما بيحبوا بعض ما عاد عارفوا شلون يعبروا عن حبهم. اشتقت لك يا عمري انت. يا أمي ليش ما خليتيني انزل لعند الحلاق مشان يحلق لي شعراتي؟ بدك تروح على الحلاق؟ هلا أكيد بدل ما تروح لعنده بدق لهديك البقرة مشان تشوفها، مو علي. شوف شوف، طلع عم تدق وعكترد، عم نبهك لعمى ما أقواها هالمرة، ما بتستحي بنوم. أمي يا أمي خليني أحكي بس شوي مع مدوحتي، بس هني لو سمحتي. ولا ثانية ناجي، شو انت مفكرني جنيت على الاخير؟ ابني انت هلا محجوز لوحده تانية. لك يا امي انت اكيد جنيتي، شو هالحكي هاد؟ لا ما جنيت، ما رح يرتاح راسي لحتى جوزك من بنت معالي انا حاببتها للبنت. طول بالك، بس يجوا لعنا المساء رح تشوفها بعينك. لك يا امي انا ما بدي اتجوز بنت معالي الخياطه، فهمي انا ما بدي اياها، شو بالزور؟ ايه
بالزور ناجي، عم تفهم؟ قلت لك بالزور. يلا عود من دون ما تتحرك. خليك هادي، بدي وقت لبين ما خلص قصة الشعر تبع حضرتك. طولانين كتير لسانك وشعرك وبدهن قص. ضحك لك شوي وشيل هالزورة. مو معقول، هي أكيد أمه لناجي ما عم تخلي يرد على تليفونه. معناتا المهمة تبعي بلشت. أنا اسمي مديحة تيكين، بكرة بتشوفي شو رح ساوي فيكي يا قدرة خانم. استني علي لشوف. تعبني كتير، هلأ نام سمعه. أكل منيح وغيرت له الحفوضة كمان. أنا بدي روح. يسلم إيديكي ميسون. شو صار معك؟ خلصتي شغلك؟ لا، لأنه لسه لهلأ ما قررت عن شو بدي أكتب بهذا المقال. ما أجتني ولا فكرة شو ساوي. هلأ بتجيكي فكرة. أنت لا تعتلي هم، شوفك الصبح. مع السلامة ميسون. جانبيك لساتك فايق ولا نمت؟ يا الله. جان بيك؟ صار لازم تروح على بيتك لأنه تأخر الوقت. قلتلك ماني رايح. كم مرة بدي عدلك الجملة يعني؟ قلتلك ماني رايح. من شوي اطلعت عليهم من ورا البرادي، لسه ما مشي وشكلهم مطولين كمان. شو يعني ناويين يناموا هون هدول الصحفيين لك جان؟ لك هدول بيستنوا بيستنوا وبعدين بيروحوا لحالهم. هلأ بيجيون خبر من محل تاني وأكيد بيروحوا لهنيك، يعني بس بدنا ننطر شوي ما أكتر. من تحت راسك وأنا بهالمصيبة، كله منك جان. ليش أنا يا فتون؟ شو عملت لك بالله؟ لك حرام عليكي، والله ما عملت شي. ليكني قاعد ورافع رجلي لأرتاح شوي. شو صار لك؟ رحميني بقى يا بنت. اف ما عم ركز لأنك هون، كل شوي عم تلهيني عن شغلي. دخيله اللي ما عم بيقدر يركز وكله بسببي أنا. دخيله جان، رجع لمحلك. حاضر. يا ربي دخيلك يا رب. التوت. عمي انت ليش لهلأ ما نمت؟ لسه بكير. شبكي؟ بعدين لسه ما تعشينا بنتي. صح، لسه في العشاء. ناجية حضري له العشاء لعمي فورا. استني ناجية، لا تحضري شي هلأ. ايه انا لسه ما جعت بنتي. هذا بطل يعمل شي على حظي انا. قوم نام، خليني اطلع لبرا بقى. يا الله، لا مو وقت تفيق هلا. جاي لعندك حبيبي. يلا خليكي 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 قاعدة، انا بطلع بشوفه. انت كملي شغلك حبيبتي. متأكد؟ اوه يا داري، اصلا اشتقت له كتير لهالازعر. منيح اللي فاق هلا لحتى اطلع وشوفه. ايه يلا اطلع. ما بتصدق قديش طالع حلو عليك الازرق يا ابني، مثل القمر. فتيل ورجيني هالشخصية لشوف. ما شاء الله عليك. شكرا لك امي. نحن اتنين لبسنا وحضرنا حالنا، لسه بكير ليوصلوا. وقف، شو عم تعمل؟ ما تقعد، هلا بيجعلكوا. خليك هيك واقف. يلا ابني روح ساوي لي فنجان قهوة. ومنه بتضيع وقت ليصلوا.